بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت احنا شرحنا الكرين جردر مانوال. تدخل تقدر بقى تدخل على برنامج زي ده وتصمم الكرين جردر. طبعا نوع الحديد لو انا اشتغلت المشروع بتاعي كله ستيل 37 هينفع اخلي الكرين جردر 52 ولا لا؟ لو المشروع كله على بعضه صممته ستيل 37 هينفع اخلي الكرين جردر 52 ولا ما ينفعش؟ هينفع انت كده كده هتعمله بولت، وحتى لو كان ولد برضه بينفع تلحم 37 في 52 تمام. فينفع تاخد جزء من المشروع تعمله بنوع ستيل معين وجزء تاني تعمله بايه بنوع تاني. فممكن نستخدم ستيل 52 الماكسيموم ويل لود كنا خدناها قبل كده عارفينها خلاص اللي هي كانت كام؟ كانت 8 وشويه صح؟ 8.66 حاجه كده. طيب الويل سبيسنج كانت 2 متر. نرجع بقى للحاجات دي اللي هي الكرين جردر لما كنا اتكلمنا عليه في الاول خالص في اللي اوت صح ولا ايه؟ ما احنا قبل ما نعمل اللي اوت كنا عملنا الكلام ده. طيب بعد كده الكرين جردر اسبان كنا خدناها ب 5 متر، والامباكت فاكتور كنا خدناه بكام؟ انا كان عندي سؤال بس كان ايه الفرق بين السنجل كين والدبل كين؟ بص انت ادخل على الشيت اللي احنا كنا فتحناه ده هتلاقي السنجل والدبل، بس باختصار كده السنجل ده اكيد هيشيل حمل اقل شويه من الدبل. انا عارف بس انا قصدي كشكل، ما هو السنجل ده بيمشي على كاميرا واحده بس، لكن الدبل بيمشي على كامرتين جنب بس. احنا في نفس الكرين، هو الكرين جردر عليهم برضه العربيه على عجلتين برضه هو نفس زي ده. لكن ده مش في حاجه في الديزاين؟ لا لا انت بتقصد على الويل سبيسنج؟ على مش حاجه بقى وانا بعمل ديزاين بس لا ملوش علاقه. هو الفكره ان الكرين نفسه هيمشي على طريق واحد على كاميرا واحده على بريدج واحد او هيمشي على كامرتين جنب بعض خلاص. لكن في النهايه خالص في اثنين ويل الناحيه دي واثنين ويل الناحيه دي. وانا بعمل ديزاين هو كريم جردر واحد وتمشيه على المشروع ده كله. مش بضرب في اثنين بقى حاجه ليه؟ تضرب في اثنين ليه؟ مش هو ضابط؟ لا لا خالص هو ضابط عشان خاطر محطوط على كاميرتين عشان على كاميرتين، لكن في النهايه بتدي على عجلتين نفس العجلتين هم هم على الكريم جردر هم زي بتاع الثاني هو اخوه بالظبط مش فارق معانا. طيب الامباكت فاكتور كنا واحنا شغالين في الكرين جيردر كنا بنقول الامباكت فاكتور ايه؟ كان داخل معانا في كان داخل معانا في التيبل نفسه. فهو هنا واخده 25% طريقه التصميم يعني بدل ما يدخل في الجداول وكده فبياخد الخمسه بيضربها في 25 في 1.25 عشان يخليها 7 وشويه ويكمل ماشي؟ ويخليها 6 وشويه يكمل يعني. لكن هنا انا اصلا كنت يعني ال 8.66 دي متاخد في الاعتبار فيها الايه؟ الامباكت فاكتور والديد لود والحاجات دي كلها صح يا باشمهندس ولا لا؟ 8.6 كان مجموع العجلتين كان عجله واحده 4.32 تمام اضربها في 2 هيديك 6 وشويه ضيف عليها الواحد 8 احنا كده بنحط حمل العجلتين مع بعض ولا كل واحده لوحدها؟ لا انا هنا بحط ال هنا الماكسيموم لود لا ده عجله واحده على فكره يبقى عجله واحده المسافه بينهم 2 متر. طيب خد ده كده 4.32 اقسمه على 2 طيب فده كده هيكون 1% انا مش هزود حاجه يعني او ما في ثواني الامباكت فاكتور هيكون بكام؟ بصفر ما فيش امباكت فاكتور اصلا مش هزود حاجه يعني. بعد كده السي بي الاربعه من 3 دي داخل فيها الامباكت فاكتور يعني؟ ما ده احنا عجل داخل فيها الامباكت فاكتور والديد لود الاثنين بس. نرجع شويه للمحاضرات اللي فاتت هتلاقي الكلام ده. السي بي انا اخدها بواحد ابدا بقى. طبعا القطاع ده بيلت اب فافضل حاجه في القطاع البيلت اب ان انت تقدر تعمل فيه الابعاد اللي انت عايزها ماشي. طبعا في الكرين جيردر انا محتاج ان الفلانج اللي فوق تكون اكبر ولا اصغر من اللي تحت؟ اكبر من اللي تحت عشان هي اللي عليها ايه؟ لاترال شوك يعني الفلانج القطاع بتاع الفلانج بيتغير يعني؟ الفلانج اللي فوق دي قطاعها هيزيد عن اللي تحت لان اللي فوق دي عليها لاترال شوك كبير في حمل جانبي
والحبل الجانبي اصلا يعني مش جاي في السنتر بتاع القطاع، لا هو جاي على الفلانج اللي فوق بالاضافه الى جزء من الويب يعني، بس الفلانج اللي فوق هي اللي شايله معظمه، فلو انت كبطها هتوفر في القطاع. خلاص طيب، فتقدر بقى تكتب ابعاد القطاع بتاعتك وتشتغل يعني. هتلاقي ان ارتفاع القطاع اللي هو الاتش يعني بتاع القطاع في حاله الكرين بيكون اللي هو عباره عن الاسبان على 10 ل 15. طبعا الاسبان بتاعنا كان 5 متر، ف 5 ممكن نقسمها على على 10 تدينا نص اللي هي 500 يعني. وممكن طبعا تصغر عن كده، هتشوف تحت هو سيف ولا ان سيف يعني. طيب الفلانج العلويه خليها 12، برضو الفلانج العلويه تهتم بسمكتها وتهتم بعرضها. طيب ثواني، ده البي فلانج، هنخلي بس مبدئيا كده الاتش ويب دي كده 500. البي فلانج عباره عن نسبه من الايه، من الويب، تتاخد من 25% الى 35% من الويب. خلاص، فاحنا لو ده كده 500، فلو قلنا كده 35% في 500 يعني انت ممكن تاخدها 180، ممكن تاخدها حتى 200 يعني. اللي فوق خدنا اللي فوق 200، طبعا كل الارقام اللي انا بقولها دي امبيريكال، فلو انت قربت من 200 خلاص خدها 200 عشان حتى ما تهدرش في القطاع يعني. التي ويب مهمه جدا ان احنا نعمل تشيك على ايه؟ تشيك على ايه؟ تشيك على الكريبلين. الكريبلين كان مهم في التي ويب. طيب خلاص، خد التي ويب ب 10، 5 دي مش هتنفع معانا خالص بصراحه يعني في الكريل، مش هتسيف معانا في الكريبلين. البي فلانج اللي تحت ممكن تاخدها ب 150، والتي فلانج هتاخدها زي اللي فوق اللي هي ب 12. طيب تنزل بقى لتحت كده، هتلاقي ان توصيف القطاع بتاعك كان الويب كومباكت والفلانج كومباكت، فالقطاع كله كومباكت. تشيك اوف لاترال تورشنال باكلينج، قال لك ذير از نو لاترال تورشنال باكلينج، مفيش لاترال تورشنال باكلينج. وده خد بالك راجع لان انا زودت عرض الفلانج اللي فوق. لو انت واخد بالك من البيم، كنا بنرسم كده الكاميرا وبنقول لك الجزء المتهشر اللي فوق اللي عباره عن الفلانج بالاضافه الى سدس الويب، ده اللي بايه؟ بيستحمل اللاترال تورشنال باكلينج او بيمنع اللاترال تورشنال باكلينج. فانت لو اهتميت بالجزء اللي فوق هتمنع اللاترال تورشنال باكلينج اصلا. نعم. شيء كده معناه ان ممسوكه؟ لا. ما هي حاجتين، لا اما ممسوكه لا اما الانرشال الجزء اللي فوق كبيره. ممسوكه عند العمدان 5 متر مش حاجه يعني. انا مش بدخل له اللي باكلينج والليتي. ما هو اللي باكلينج اللي هو اصلا معروف في الكرين اللي هو 5. هو انت ينفع تربطه في النص؟ لا، مفيش ربط في النص. سبيسنج 5 اصلا 5. خلاص؟ يعني احنا دخلنا 5 ولا؟ كتبناها فوق 5 يا باشا. 5 معايا يا جمال؟ طيب. بعد كده الكلام طبعا شرحناه المرة اللي فاتت، هتعمل بقى تشيك على البوينتس اللي هي فيها ماكسيموم ستريسز، فيطلع القطاع عندك سيف، يطلع القطاع سيف. طيب. خلاص كده ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. الشمال اللي معانا دي عامل هو كرين 5 ضن، فالكرين جندر عنده اي بي 40 400، وعامل له زاويتين 7 عند ماسكين الفرنشه اللي فوق، مزود عرضها بزاويه 7 عند الزاويه الشمال، امثلها ازاي دي بقى؟ لا دي طبعا ما تمثلش هنا، دي تعمل لها اكسل شيت لوحدها يعني. هتلاقي انه اصل بص، اي اكسل شيت بيتعمل بيكون معمول حاله خاصه، ما بيتعملش تسهيل على بعض. انت عايز تصمم حاجه على بعضها، تدخل بقى البرامج نفسها، حساب كتابس الحاجات دي كلها، ده ممكن تصمم لك قطاع كامل يعني باي حاله بقى. لكن الاكسل شيت ده بيكون معمول على حاجه مخصصه يعني. الاكسل شيت ده معمول على قطاع منتظم يعني، ما بيكونش فيه زياده. مش منتظم بقى يعني، الاكسل شيت ده معمول حتى لو انت هتيجي تصمم عليه هوت رولد، هتدخل على الجدول وتجيب الابعاد وتكتبها هنا. ماشي؟ ده كده اقصى حاجه ممكن تعدلها وتعملها هنا في الاكسل شيت ده يعني.
لكن هو في الاساس معمول على قطاع بنت اب، معمول على قطاع بنت اب. منظر لازم يتكلم في حاجه زي كده. طبعا انا هعمل قطاع الفلانج اللي فوق نفس اللي تحت عادي. طيب ممكن تعمل زي ايه؟ لا هو الرقم الدخيل ما عملش كده، ما عملش جرش يو وحطها كده، لا حطها زاوية يمين وزاوية شمال. زاوية يمين وزاوية شمال فين بالظبط؟ القورة في قورة كده هيت تو هيت بالانجليزي. طب عمل كده؟ ايوه كده. طب ايه دي بقى؟ عرض يعني عشان يعرض. طب ما كان يعرض الفلانج، عرض الفلانج فوق بس ماشي، بس اللي حل مشكلة اصلا عشان فار وعمل. ما انا عارف ان هو المشكله مش عشان الفار ولا انت تعمل كل 2 متر عامل استفنر للوقت وبالطول بقى. ماشي ماشي ماشي، بس يعني الحمى ما يقعش على على المنطقه يمشي عليها كتير بصراحه. دي افضل، لا دي افضل، بس هو طبعا كان بخيل في الموضوع ده، دي تقيله عليه. ماشي اسيبه بريد. نعم كل الفكره، كل الفكره هنرجع في الاخر ان احنا عايزين نقوي الجزء اللي فوق. نعرضه ولا ما هو يعرض اللي هو المتاح، الحديد المتاح ما كانش فيه يعني الفلانج المتاحه في الكيان. لا لا هو المتاح بتاع الرول كان فرق كبير 40 طبعا. الفرنشوت 18 سم، الفرنشوت الفرح مزوده بزاويه 7 من هنا 7 من هنا. طب وليه جاب بترول؟ ما التشيك شير هنا على الويب صح كده؟ طبعا شيك شير هنا على ارتفاع الويب بس، مالهاش علاقه بالفلانجات لان القطاع ده ويلدد. طيب معنى كده الويب بيبقى فيه اثنين تشيك، كليبلينج والشير بالظبط. اه طيب مش احنا راجعنا خدناها في السابق كنا بنعمل طب، كنا بنعمل قطاع ده ارتفاع كله على بعض 27 واحنا بنصور. بص ده كان لي اوت، لا انا ما خدتش 27 دي خالص مستحيل. انا في قطاع بنت اب محطوط 27 ارتفاع والفرنش 15 والويب 8 نشوف. بس انا برضه عايز عايز عايزك في الاخر خالص عايزك تبص على الاستريسز اللي طلعت دي، هتلاحظ ان في تباعد كبير بين بين الاول وبين الاكشوال يعني. فمعنى ذلك ان القطاع بتاعك سيف بس نوت ايكونوميك، فانا برضه محتاج اقلل القطاع شويه، محتاج اقلل ابعاده عشان القطاع ده يكون ايه؟ يكون ايكونوميك. فممكن نرجع كده خلاص ونخلي دي كده 400. انا هعمل الاتش الاول ماشي. اه نعم الفرنشات تنفع 10 مللي، تنفع 10 مش 12 تنفع طبعا يعني. هو بس خد بالك في الاخر ان اصلا يعني الحمل اللي موجود مش كبير، يعني هو الحمل ال 5 طن اصلا مش كبير. لا والاسبان مش كبير برضه، والاسبان برضه مش كبير قوي عليه. طيب ده ممكن نخليه 10 اللي هو السمك يعني، وده كده برضه ممكن تخليه 10. نرجع كده نبص على القطاع برضه ما زال سيف، والستريسز بدات تقرب من بعضها اللي هي طبعا دي دي كده اقرب حاجه لبعضها. ممكن برضه تبدا تغير تاني يعني، انت معاك شيت الاكسل المفروض تعمل كذا محاوله عشان توصل لقطاع محترم يعني. هتقارن بين القطاعات بتاعتك بايه؟ بالوزن. بالوزن انت صممت قطاع هتعمل اللي بعديه، هل اللي بعديه وزنه اقل من اللي قبله ولا لا؟ طول ما انت بتقلل يبقى انت كده في الطريق الصح، مع الاخذ في الاعتبار ان انت تقطع بدون تهدير، لازم تقطع بدون تهدير. ماشي انا هحسب الاول ابو متر، متر وربع، متر ونص. طيب فده كده ممكن نخليه 300. يعني ايه اقطع بدون تهدير؟ مش فاهم. انت عاوز تشيس متر او متر وربع او متر ونص؟ شيت الطرف انت تقطع منها متر او متر وربع او متر ونص. لو قطعت حاجه مثلا 45 سم هتاخدها من روح متر، يبقى انت ضيعت 10 سم. فاكر موضوع انت خدت التقطيع في حديد تسليح ولا ما خدتوش؟ ايوه. ان طول السيخه 12 وبتقطعه على مترين 40 3 متر 4 متر و6 متر وهكذا، صح؟ انت بتعمل كده ليه؟ عشان ما تفضلش فاضله في الاخر وترميها. اه. فهنا برضه نفس الكلام، انت برضه عايز عندك عرض الشيت وعندك طول للشيت، فطبعا العرض والطول مختلفين بصراحه يعني. هو الطول يعني الطول متاح لحد 12 مللي فيه لفه. ماشي. لحد 12 مللي فيه بكر، لكن بعد 12 بقى كتير. ما احنا برضه في الحديد بتاعنا ده ما فيش بكر بقى.
في الاشير في نوع لحد 12 مللي ماشي. بسمكات كام؟ ما لحد سمكة 12 مللي لحد 12 مللي لكن لكن فوق مللي قليل. لو لحد 10 متر موجود هيبقى هتلاقي ماشي لكن فوق من كده مش هتلاقي. لا لا فوق من كده بيجي 6 متر او 9 يعني 6 9 فهي الفكره في ايه؟ ان انت عندك ابعاد وعايز تحولها الى قطاعات. فخد بالك انت بتقطع ما تفضلش معاك هدره في الاخر كده ملهاش لازمه في الترميم. ما هي كده كده مش هترميها لكن انت هتروح تبيعها بربع الثمن يعني. صح يا شمس؟ يعني الحديد كان من فتره كده بستة اللي هو كان الطن فيه كان ب 13000 او 12000 ونص. ف الهالك بتاعه اتباع بكام؟ اتباع ب 4 ونص. لا احنا كنا حلو قوي احنا كنا شطار. ده حلو قوي. فانت كده بتتكلم شوف انت فرق في فرق في السعر قد ايه. خلاص طيب كذا محاوله بقى المفروض توصل لقطاع ايكونومي في الموضوع ده. في مشكله في ده؟ هو دي بحسبها ازاي يعني؟ ايه هي؟ يعني الفكره انت رحت يعني اللي انت وردته شيت بعرضه 1.25 متر تمام هتقطعه ازاي؟ قول يعني لازم تحافظ ان انت تقطع على 250 تمام على 500 ماشي. طيب لو انت قطعت على 300 هيفضل ولا مش هيفضل؟ يعني لو قطعت على 300 300 متر ونص خليك على الشيك متر ونص. لو قطعت 300 خليك على الشيك متر. لا ما انت ممكن تقطع 300 لكن في الاخر تلاقي 250 او 450 فشو انت هتعمل ايه بقى؟ خلاص في مشكله يا شباب؟ طيب النهارده من ضمن الاجزاء المتواجده في مشروعنا الكومبوزيت بيم. طبعا الكومبوزيت بيم حاجه مهمه والمفروض تاخدها في الاعتبار والمفروض تشتغل بيها. يعني طول ما هو متاح تشتغل بكومبوزيت بيم تشتغل لانه في الاخر هيوفر لك في الحديد. لو خدت بالك المتر مكعب خرسانه مسلحه احنا بنتكلم في الافريج. فالخرسانه لو كلفت التلت فالحديد اللي في الخرسانه بيكلف التلتين. انا بتكلم خرسانه بالمصنعيات يعني. فالحديد غالي والخرسانه مع الحديد بتعمل لك حاجه اسمها كومبوزيت سيكشن. الخرسانه بتشتغل معاك كمان مع الحديد فبتوفر لك في القطاع يعني. فهي موجوده خلاص اشتغل عليها يعني وفرصه. ماشي يا شباب؟ طيب اول حاجه كده طبعا دي شكل البلاطه. البلاطه ممكن تكون بالشكل ده وممكن تكون بالشكل ده. ممكن يكون تحتيها صاج وممكن ما يكونش تحتيها خالص وتكون عباره عن خرسانه مسلحه وخلاص. خلاص؟ او يكون تحتيها صاج. او تكون بالشكل ده وده اللي احنا كنا اشتغلنا بيه في المشروع بتاعنا. ونحط شبكه يبقى في شبكه تسليح طبعا في شبكه تسليح على الاقل المينيموم يعني. المشروع بتاعنا كان حاجه زي كده. طبعا ده افضل من ده. ليه؟ الانيرشيا لان هنا الخرسانه انت طلعت بيها لفوق. طبعا الجزء ده اللي هو الشبه منحرف ده انت اصلا ما بتاخدوش في الاعتبار يعني. انت اللي انت بتاخده في التصميم عندك هو الجزء اللي فوق اللي هو الجزء العدل ده. ده عشان بانشنج يعني؟ لا مفيش بانشنج هنا خالص. انيرشيا فورس امبلس يعني ما تاخدش الخرسانه كلها في الاعتبار. بتاخد الجزء العلوي ده بس. المور اكيوريت اللي احنا بناخدها معانا صح؟ ماشي. انا باخد الجزء ده مع الحديد. ماشي. طيب الكود بيقول لنا ايه كده اول حاجه؟ قال لك هنا ان المينيموم اكسبتد فاليو فور ذا كاركترستيك تيوب كونكريت ستينس الاف سي يو 250 فور بيلدنج اقل حاجه يعني ما ينفعش تستخدم 200 و 300 فور بريدجز. ده كده اللي هو ايه؟ المينيموم. ماشي؟ طيب فور ديك سلاب سبجكتد تو دايركتلي تو ترافيك وزاوت ويرينج سيرفيس. يعني هي خرسانه بس هيمشي عليها العربيات على طول من غير طابعه حمايه يعني اللي هي الويلنج سيرفيس. فبتاخد الاف سي يو على الاقل طبعا لازم تزودها يعني فبتاخدها 400 كيلو جرام على السنتيمتر مربع. طبعا الكلام ده مش جود يا جمال.
الكلام ده من الكود. طيب طبعا دي اللي هو الكونكريت سلاب ويز هونش, وده اللي هو الكونكريت سلاب زاويت هونش. طيب طريقة التنفيذ للديك سلاب طريقتين. اول طريقة اللي هي الويزاوت شورينج. ويزاوت شورينج انا ما بستخدمش فيها شدة, بمعنى ايه؟ ان الحديد نفسه هيكون عليه الديك وهتصب عليه الخرسانة اوتوماتيك بعد طبعا ما تفرش حديد تسليح. يعني الحديد نفسه هيشيل الديد الخرسانة اثناء الايه؟ الصب. خلاص ده كده اللي هو الويزاوت شورينج, يبقى يشيل الديد اثناء الصب. طب وبعد الصب هيشيلها على طول. بعد الصب مين اللي هيشيل؟ الاثنين الكومبوزيت الحديد والخرسانة هيشيله. بس الخرسانة هتشيل ايه بقى؟ بعد الصب الخرسانة هتشيل ايه؟ خلاص انا هتشيل اللايف لود بس. ماشي انت زي الفل. فلو خدت بالك كده ده شكل القطاع اهو, فبنحول الخرسانه طبعا ده كده اللي هو الافكتيف ويدث الخرسانه. بنحول الخرسانه الى حديد ازاي؟ الخرسانه لما نضربها في الام ولا نقسمها على الام؟ بنقسم على الام عشان تقلل العرض. فبمعنى هتلاقي القطاع ده كده الشكل ده كان كله خرسانة والعرض ده كده اسمه دي. فلما بتقسم العرض ده كده على الان فبتوصل ايه؟ ان الجزء ده كله على بعضه يكافئ حابب تقول كده حديد. يبقى العرض ده كده كانك حولت الخرسانة الى حديد. طبعا الان ده الان ما انا هقولها دلوقتي انت بتستعجل ليه؟ اقولها لك دلوقتي. طيب ففي الحالة دي شوية هتلاقي كده ان الاف الترنت ستيل الاف ابر ستيل اللي هو الاسترس على نهاية الحديد من فوق بتساوي الام للدود مقسوم على الزد ابر ستيل. ايه هو الزد ابر ستيل؟ ده جاي من ها؟ احنا قلنا الحديد الكاميرا الحديد هي اللي هتشيل الديد. خلاص الكاميرا هتشيل شيل ديد, يبقى انا كده هقسم على ايه؟ ام ديد مقسوم على الزد للحديد بس. الحديد بس. نعم الال بيم الاي بيم الزد للحديد نفسه بس بدون بقى ما تدخل في تفاصيل الكومبوزيت. بلس الام لايف مقسوم على الزد داش ابر ستيل. ايه معنى الداش؟ الحديد والخرسانه مع بعض هيشيلوا معاك اللايف. فبتاخد الكومبوزيت سيكشن وتجيب له الزد داش ابر ستيل وبعدين تقسم الام لايف لود عليه. طيب دي كده الاف ال اس اللي هي الاف لور ستيل اللي هي من تحت خالص اللي هو الاستريس اللي تحت عباره عن الام للدود برضه مقسوم على الزد لور ستيل بلس الام لايف لود على الزد داش لور ستيل. طيب الخرسانه هتشيل ايه؟ هتشيل لايف صح؟ مالهاش علاقه بالديد بقى لان الحديد هو اللي شال الديد. فنقول كده ان الاف ابر كونكريت طبعا معروف ان الماكسيموم ستريس على الكونكريت هيكون فين؟ عند اعلى نقطه خالص. فالاف ابر كونكريت بتساوي الام لايف مقسوم على الان مضروب فيه الزد داش ابر السي اللي احنا هنجيبها من القطاع الكومبوزيت يعني. طيب النوع الثاني اللي هو ويز شورينج, ان احنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل شده. الشده دي هتشيل ايه؟ هتشيل البلاطه. لا مش هتشيل حديد, حديد ده هو شايل نفسه. الشدة هتشيل البلاطة نفسها. فالبلاطة أثناء الصب مش هتبني حملها على الحديد. بعد ما تفك الشدة هتلاقي إن البلاطة والحديد شغالين مع بعض. طبعا ما نفك الشدة إلا بعد ما توصل الخرسانة نسبة كام من قوتها؟ 75% من الإيه؟ من القوة بتاعتها. تمام ولا في مشكلة في دي؟ لا مفيش مشكلة. سبعة أيام لا مش شرط سبعة ايام خمس ايام يعني ايه ماشي يعني لا هنا سبعة في الغالب سبعة كتير هيبقى مثل 20 بس هي ظبطت الصبر ازاي نرجع عديت الهدوء بتصب هنا الهندسة على البلاطة على
يعني بتكون حاطط الديك اللي هو كورجيت الشيت وبتصب عليه. لو نعمل شدنا مش هتشوف كورجيت الشيت وبعد كده الخشب بس صب عليه صب فوق ده احنا بنعمل ولا بالحب ما هو ده الديزاين اه البلاطه ما هي البلاطه داخله معاك في الديزاين لو في ديك كده البلاطه تحط لها المينيمم سكيل يعني شده خشبيه خلاص ايوه انا بتكلم المينيمم لو شده خشبيه تحط ديك بقى خلاص. طيب في حاله الويز شورنج اتفقنا ان الخرسانه والحديد هيشيلوا مع بعض معايا شلون نصلي اه مش عارف اصل عليها تسليم بكره مشوار فطلبت. طيب خليك معايا خلي الكلام في بريك معلش. طيب في حاله الويز شورنج ان الشده هتشيل الخرسانه بعد 7 ايام او اكتر شويه هنفك الشده يبقى الخرسانه والحديد هيشيلوا مع بعض. فلما تقولوا كده الاف الاستريس عند الاور ستيل يعني عند الحديد من فوق كده هتساوي الام ديد لود زائد الام لايف لود ها اللايف لود دخل معانا اهو مقسوم على ايه الزد داش اور ستيل للقطاع الكومبوزيت. طيب الاف لوور ستيل عباره عن الام ديد لود بلس الام لايف لود مقسوم على زد داش لوور ستيل هتلاقي كل حاجه هنا زد داش. طيب الاف اور كونكريت اللي هي اعلى نقطه خالص في الكونكريت بتساوي الام ديد لود زائد الام لايف لود مقسوم على الام مضروبه في الزد داش اور ستيل يعني الخرسانه هتشيل معاك في الديد وتشيل في اللايف الاثنين تمام. الام ب 10 برضه ولا بتغير دلوقتي؟ هي بتسعة نزل شوية؟ نزل ده سعر غلي كمان على حسب البيكسيل هو في جدول طبعا هيحدد لنا قيمة الان وهنشوفه دلوقتي. طيب دلوقتي عايزين ايه سمك السلاب المينيموم السلاب اللي بيديه لنا الكود المفروض دي اشتراطات الكود يعني. فبقول لك ليه فور بيلدنج ذا مينيموم كونكريت سلاب سيكنس فور روف سلاب المفروض ان هو تي اكبر من او يساوي 8 سم وفور ريبيتد فلورز التي اكبر من او يساوي 10 سم. طبعا احنا كنا خدناه في المشروع كام؟ خدنا سمك الخرسانه كام؟ 10 خدناه 10 فال 10 فال 10 اللي هي فور ريبيتد فلورز ماشي. فانا كده يعني مطابق للايه؟ للكود لما انا خدته 10 لان الكود بيقول لك ان المينيموم بتاعك هتاخده بكام؟ هتاخده ب 10 لا 8 سم دي اللي هي معلش انا عندي سؤال بس واحنا في الميزانية فلوس كان لازم نعمل خرسانة في حلتين ممكن حديد بقى هو المفروض تعمل خرسانة على طول يعني صراحة يعني الديك لوحدها كده حتى لو هي مستوية حتى مزعجة وانت بتمشي عليها يعني فالمفروض تعمل خرسانة حتى بعد كده هتعمل كفر يعني على انت عايز تعمل ايه بقى؟ قول بس عايز تعمل ايه؟ شو جاي حط البيت حديد؟ ما احنا قلنا البليت الحديد ده وانت ماشي كده يعني ازعاج بصراحه هيبقى اغلى كمان والسمك السمك اكبر فالتكلفه هتزيد اصلا وغير كده مش هتقدر برضه توفر في قطاع الكاميرا اللي انت هتستخدمه يعني ده كده البلاطات الكاميرات السكندري مع الكاميرا صح كده؟ اه الكاميرات السكندري نفسها مع البلاطات الكاميرات المين صممناها المره اللي فاتت ما كانتش كومبوزيت اشتغلنا على الكاميرات عليها. طيب فور بيتي فلورز خلاص خدنا التي اكبر من 10 سم بعد كده فور فلورز سبورتنج موفينج لود اي احمر متحركه بقى جرايز الكلام ده كله فالتي المفروض ان هي اكبر من او يساوي 12 سم. طيب طبعا ده كده الهونش ارتفاع الهونش اهو ارتفاع اللي هو الدي هونش فبقول لك هنا ان ان الدي هونش ارتفاع الهونش لو انت هتعمل بلاطه ويز هونش ده الهونش اهو ده الهونش. طيب فالدي هونش المفروض ان هو اقل من او يساوي 1.5 تي حاسس ان التي هو ايه؟ هو سمك البلاطه اللي هي التي سلاجه. طيب والاتش ايه هي الاتش بقى؟ انا عمال برضه بقول الحاجات مش ظاهره ليه. طيب بصوا كده يا شباب الاتش اللي هو الارتفاع القطاع الكلي من فوق خالص من فوق خالص الحاجات اللي ظاهره هنا بس مش ظاهره هنا من فوق خالص لحد تحت خالص ده كده اللي هو الاتش
خلاص. فالاتش ده اقل منها ويساوي 2.5 الاتش اس. ايه هو الاتش اس؟ الاتش اس اللي هو ارتفاع الكاميرا الحديد اللي هو الاتش اس تي. خلاص دي اشتراطات الكود يعني. طيب بعد كده الافكتيف ويدز بتاع السلال اللي هو اسمه البي اي، العرض الكلي ده بكام؟ طبعا لو انت خدت بالك توزيع الاستريسز هتلاقي ان هو كل ما تدخل لجوه ان الاستريس بيزيد، كل ما تقرب للكاميرا كل ما بتبعد الاستريس بيقل. فخدنا العرض ده كده اللي هو البي افكتيف. فالبي افكتيف بتجيبه من الثلاث قوانين دول. اول حاجه ال على 4 حيث ان ال هو السبان بتاع الكاميرا ال على 4. طبعا هناخد المينيموم الليست من الثلاث قيم يعني. تاني حاجه اللي هو السبيسنج بتوين جيردرز اللي احنا كنا خدناها كام في المشروع؟ متر ونص. خدناها متر ونص صح ولا ايه؟ طيب تالت حاجه 12 تي سلاب بلس البي فلانج. تي سلاب اللي هو سمك البلاطه اللي احنا كنا خدناها 10 سم بلس البي فلانج اللي هو عرض الفلانج العلويه بتاخد الايه؟ الاقل منه عشان خاطر تقدر تجيب الافكتيف ويدث للسلاب. طيب ده طبعا مين اللي كان سأل في الـ N؟ جمال. ده الجدول اللي من الكود المصري برضه للحديد بيقول لك ده اللي هو recommended values of the model ratio. فالإن دي اللي هو الموديل ريشيو اللي هو ريشيو بين الـ E للحديد وبين الـ E للخرزانة اللي هي الموديل سوبلاسيست يعني. طيب لو كانت الخرزانة اللي هنستخدمها اللي هي 250 فالـ N ب 10 موجودة. لو كانت ديف سي يو ب 300 فالان ب 9، لو كانت ب 408 اكبر 500 فالان ب 7. خلاص؟ طبعا دي اللي هي المودرس اوف الاسيست للايه؟ للكونكريت اللي بتستخدمها يعني عشان تقدر تقسم بقى. والمودرس اوف الاسيست الحديد بكام؟ 800 ايه؟ طن عسل. طبعا الكود بتاعنا كل الوحدات له بالطن على الصد. طيب في بقى اشكال كتير انت عايز تربط دلوقتي بين الخرسانه والحديد صح؟ هنربط بينهم ازاي؟ في انواع كتير بقى تقدر تربط بين الخرسانه والحديد بكذا حاجه يعني. فممكن على سبيل المثال تستخدم شير كونكتور، هي طبعا حاجه شبه المسمار كده. بتاخده كده وتلحمه في مكنه معينه خاصه بالحاجه اللي صارت كونكتور لوحدها. طيب ماشي ده شكل كده. طبعا هتعمل بقى على مسافات، هنقول المسافات دلوقتي، او ممكن تحط انجل. خلاص؟ او ممكن تحط هوك. فبتلاقي بقى اشكال كتير ان انت ازاي تقدر تربط بين الخرسانه والحديد. الشائع منهم ان احنا بنستخدم الانجلز والستاد كونكتورز. بتلاقي الانجلز كتير قوي في الكباري يعني. الستاد كونكتورز بتلاقيها كتير في المباني. الانجلز في الكباري ولا اليو كان؟ شانل، في برضه شانل. والانجلز. كان اعتقد عندنا في الكباري وفي الشانل. احنا ما رسمناش الشانل طبعا كحاجه اساسيه. فالشانل برضو معانا في النظر. طيب دي كده الابعاد اللي هي خاصه ب الشير ستاتس. ف الدي اس اللي هو المفروض قطر الشير ستات. خلاص؟ والمفروض بقى الارتفاع بتاع الشير ستات المفروض ان هو اكبر من او يساوي 4 دي اس. يعني الارتفاع اللي انت هتستخدمه اللي هو اكبر من يساوي 4 القطر. طيب طبعا الراس اللي هي بتاعت الشير الصاد دي اللي هو الشير الصاد هيت، المفروض ان هي العرض بتاعها او القطر بتاعها المفروض ان هو اكبر من او يساوي 1.5 دي اس. خلاص كده؟
عرض الراس صح عرض المسمار نفسه. بص الكلام ده يكون واضح يعني بس هو بس الاسفل مش باين. لا بس انت بتتكلم على العرض ولا التخانه؟ العرض صح. انا بقول القطر اسمه دي اس. القطر ده خلاص. خلاص عرض الراس دي نفسها اكبر منها بيساوي 1.5 دي اس. الارتفاع ده اكبر منها او يساوي 4 دي اس. ماشي. الدي اس انا سابع الدي اس اللي هو القطر. لا كان بقى يعني اقل حاجه كام؟ اقل حاجه 12. لا اللي هو الكلام ده اللي هو بوصف الرسم مش عارف. تمام كده في مشكلة؟ طيب طبعا ده الصورة دي بتوصف لك بقى ازاي ان انت بتلحم الشيل الصد في الفلانج اللي فوق وازاي ان انت بترصهم يعني المسافات فبتلحمهم ازاي. طبعا هي حاجه كده ماكينه زي ما بنقول كده المفروض ان ده بيتلحم فيه الفلانج من فوق بيدي الشراره عاليه قوي كده في الاخر تلاقيه اتلحم يعني. بعد كده تبدا تكسر الجزء ده الجزء اللي بره ده او حاجه كده زي ال. طب ازاي بلحمه والديجن دراك؟ ايه؟ ما بعرفش اعمل ده غير لما بعمل اركب الدجن. طبعا هو الكلام ده بتعمل بعد الدجن. لو ما اقطع في الدجن بعمله. لا احنا بنعمله بعد الدجن في الغالب يعني البتاع ده اللي هو اللحام تشيل الصد بتعمل في الموقع اصلا. بيتعمل في الموقع بعد ما ترص الدجن. المكنه بتحرق اصلا الدجن وتروح لحمه تحت. بالظبط عشان الديكنج نفسه يكون برضه متثبت معاك فانت بتروح الموقع بتثبت بتركب الكاميرات خلاص وبعدين بتحط الديكنج وبعد كده بتيجي ايه بتلحم الكلام ده على مسافات في الموقع. يعني الديكنج بس ولا يمسك الاثنين في بعض؟ الاثنين في بعض. بيحرق بيسيح الديكنج وبيسيح كمان جزء من الكاميرا. ولازم احط طاوله ديكنج فوق السكند ليفينج قصدك؟ لا مش شرط. هنقول له مش شرط. بس انت بقى لو انت عايز تعمل شده لو انت هتعمل شده مش لازم تحط ديكنج اصلا. الشورنج والهي دي؟ حتى ممكن في الشورنج كمان ممكن تحط بس هو الاوفر لك الشده يعني لو انت ما عملتش الشده هتضطر تمحر من تحت وبتاع تبقى في الميدان. صح الكلام ده غلط؟ الديك حلو يعني حط ديك وخلاص. لا يحط صح ديك لان لو بعد كده لازم يمحر بعد ما محر يجي انت ما خلاص بتعمل ديك وخلاص. يبتدي من 7 من 10 يعني. ده هو الشوري ولا انا؟ لا يا باشمهندس انت بتعمل شده زي الشده الخشبيه كده والشده المعدنيه. ماشي ده الشوري. ماشي. لكن ديكنج ماله الديكنج؟ ايه هو؟ صاج. الديكنج اللي هو الصاج اللي هو الكوريجيت الشيت او الصاج العدل زي الكوريجيت او الصاج الشيت. ما انا حاطط خرسانه. ايوه ده اللي بيشيل خرسانه. ما شغال معاك؟ شايل الخرسانه معاك؟ مش مع ما انت خد بالك انت لو بتستخدم ديك بتقلل الخرسانه. خلاص مش محتاج شده خشبيه بقى لو حطيت سراج بتسيبه بقى بيرمن انت خلاص بتصب عليه وتسيبه. لكن لو ما حطيتش سراج ديكنج بتعمل شده خشبيه وبعد اسبوع او 10 ايام بتفكها. وبعد ما تفكها مضطر تمحر مضطر تدهن فوفر عندك الفيلم ده. يعتبر الديكنج ده كشورنج يعني؟ ايوه كشورنج بس بيرمن انت على طول بقى فور ايفر. بس انت برضه كمان بتستخدمه ان انت تقلل ارتفاع الخرسانه نفسها بدل ما تعمل خرسانة بارتفاع كبيرة تقلل ارتفاع الخرسانة السمك نفسه بيقل. طيب المسافة احنا ممكن نرجع لدي تاني يعني. المسافة بين كل شيل الصد وبعده المفروض ان هي 6 دي اس لا تزيد عن 6 دي اس. هنا برضو المسافة 4 دي اس اللي هي المسافه اللي بينهم في الاتجاه ده كده اللي هي 4 دي اس. محدد القطر بتاع المستطيل. بص انت في لهوه خالص في حاجه اسمها دي اس. السكن بتاع السلامه اللي معايا ولا ايه؟ الدي اس. لا الدي اس ده اللي هو قطر المستطيل نفسه. قطره نفسه يا شباب. الدي اس ده اللي هو القطر ده. التي اس اللي هي سمك البقرات او التي زي ما في يعني
تقريبا ايه هو الدي اس. بص انت في الاخر هتعمل حاجه تشيك اوف شير في الاخر هتعمل حاجه اسمها تشيك اوف شير. فلو انت اخترت 12 او 16 او كده المفروض ان هو في الاخر يسيب ما سيبش. هتكبر الخطر وتكبر اللي بعده ماشي. بس طبعا في الاحمال الخفيفه متوقع ان انت تستخدم حاجه بخطر صغير. يعني الاحمال لو زادت هتستخدم حاجه بخطر اكبر. طيب القانون ده اللي هو بيحسب لك الالاب والهوريزونتال لود للشير ستاد. يعني انت دلوقتي بعد ما لحمت الشير ستاد ده هيقدر يستحمل قوه هوريزونتال قد ايه؟ طب انا محتاج القوه الهوريزونتال دي في ايه بقى؟ لا انا خلاص حددت القطر عشان اللحام اصلا. يعني ايه فايده الشير ستاد؟ انه يمسك الخرسانه يشتغل كحاجه واحده. يعني يمنع الانزلاق او يعني الخرسانه ما تنزلقش على الحديد. ففي قوه شير بالخرسانه الحديد المفروض اللي هيشيلها الشير ستاد. فهو بيصمم على ان هو يشيل القوه دي كده اللي هي الار اس سي اللي هي الكروس سكشن اريا اوف ستاد كونكتور اريا. تقول بقى في الاخر تحولها لدايمتر ماشي. او تاخد الدايمتر وبعدين تبدا تحط الكلام ده في المعادله وتشوف يعني. طيب فهتقول له كده اللي هو هتقول له كده ان الار اس سي بيساوي 5 4 في 10 سالب 3 اي اس سي مضروب في الاف سي يو في الاي سي اس نص. المفروض الكلام ده اقل من الار ورك اللي هو اقل من او يساوي 85% الاي اس سي مضروب في الاف يو. تمام كده يا شباب؟ في مشكله؟ طيب هنا بقول لك ان الاف ييلد اللي هو اليلد ستريس اوف شير الصد اوف الصد شير كونكتورز المفروض ان هو اكبر من او يساوي 3.4 طن على سنتيمتر سكوير والتنسايل سترينث اكبر من او يساوي 4.2 طن على سنتيمتر سكوير. دي حدود الكود عندي. طيب يعني مش مايل ستيل ولا اعلى من زي المسامير. هو في الاخر حاجه زي المسمار يعني. مش مايل ستيل يعني؟ لا خالص مش مايل ستيل. ما ينفعش حتى يكون مايل ستيل. طيب هنا الدايمنشن اوف ستيل فلانج. ايه هي الستيل فلانج؟ اللي هي الفلانج اللي فوق دي. هي دي بتبقى حديد مش محترق؟ ده فلانج الكاميرا. الكاميرا نفسها في اللي هي الابر فلانج يعني. فالدايمنشن ليها بكام؟ انا قصدي اللي هي مش عارف اسمها ايه ديك. يعني تقصد الهونش؟ مال الهونش؟ ده بيبقى لا يا هندسه ده حديد ده ديك اهو. الهونش مش ده لو صار بالشكل ده ده كورجيت شيت يعني. واحنا بنحط ايوه يا حاجه كويس شيت. بس هو ده في البلاطات بتسميه ديك يعني. طب وزن الخرسانه ما تخليش يبقى ديك كده ما هو احنا خدنا بقى في جداول كده بيقول لك ان هو بيستحمل وزن قد ايه. يعني المصنع اللي بيصنع الكلام ده هو اللي بيحدد هو هيستحمل اسبان قد ايه بوزن قد ايه. بسمك طبعا كذا بشكل حديد. الهونش حديد ومصبوب عليه خرسانه. ما هو الهونش بتاع الخرسانه ده احنا اهملناه من الديزاين اصلا. لا عباره عن الريب بتاع الصاد. ايه مش ايوه. طيب هنا بقول لك ان المفروض ان السمك الفلانش to which the connector is fastened shall be sufficient to allow proper welding and proper transfer of load from the connector to the web plate without causing local failure. لازم كده عرض الفلانج يبقى نفس عرض الونش ولا ممكن يتطرف معايا؟ مالهاش علاقه.
يعني بص هو يعني هو عموما الكورجيت شيت بيجي بعرض ثابت طالما انت هتجيبه من مصنع معين يعني اكيد مش هيعمل لك عرض زي ما انت عايز فانت هتظبط برضو ال يعني عرض البطن ما ينفعش ان هو يطرف معايا ما يطرف بس هيطرف قد ايه يعني؟ بقول لك بس هو بيبقى مش بيبقى ترصان مظبوط ترصان حديد اللي هو زي ده كده وصب على فكره انا كنت بقسم على ان برضو معايا ايه هو ايه اللي يدخل الحسابات؟ المفروض الخرسانه تملى ماشي مفيش مشكله دخله في الحسابات بس انا بقول لك يعني فورس بريس ممكن تبقى تعمل خرسانه يعني حسابات تبقسم على ان في وانا بحسبه طيب بس هتاخد الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده هتقسم بقى مثلثات ومستطيل قسم مستطيل ومثلثين وكده ولا انت هتعمل ايه؟ بتسيحها لا دي ما فيهاش تسيح بقى يعني انت اهملها احسن ما تسيحها كنا بناخد افريج مثلا طب هاتها لي يعني هات الحاجه دي ماشي دلوقتي حضرتك مش الريف بتاع الديكنج عموديه على الكفر نعم مش الريف بتاع الديكنج عموديه على اتجاه الكفر بتاعتك ها طيب يعني كده كان بفرش عموديه على السكند اللي فيه عمودي عليه طب ظهر هنا دي كده ظهر الريب فوق الفلانج دي اللي فوق الجماعه ايه المشكله؟ الريب ظهر اكترش طول ازاي ما ينفعش مش بيتسال هو على السكندري كل متر و20 انا عشان كده انا عشان بقول لك في الاخر انت اصلا ايه من الهنش ده عشان قصدي ان المشكله مش موجود شبه لا ده الطوق يعني هي الاثنين عمودين على بعض ماشي بس عمودي على فكره بس في حالات ثانيه بيكون الكاميرات بالشكل ده يعني عليها الشكل ده في حالات ثانيه بالشكل ده ما انا فاهم انا عارف ان انت تقصد ان الكاميرا كده والريب ماشي كده بس في حالات برضه بتكون كده وبقول لك في كلا الحالتين انت برضه سيبك من الهونش خالص وبص على الجزء اللي فوق لان الجزء اللي فوق ده هو هيكون ثابت في الاتجاهين مش هيختلف يعني ماشي طيب فهنا بقول لك ايه ان الديستانس بتوين ذا ايدج اوف ذا كونكتور اند ذا ايدج اوف ذا فلانج اوف ذا بين تو ويتش to be welded should be less than كام 25 ملي 25 ملي طبعا يعني دي بقى مهمه وممكن تفرق معاك في عرض الفلانج ان انت تاخد بالك وانت بتعمل الستاب كونكتور ان المسافه دي كده كام 25 ملي لا تقل عن 25 ملي فدي برضه تاخدها في الاعتبار وانت تحدد عرض صف واحد بس طالما لو الفرنش مثلا 10 سم ينفع طبعا تعمل الشيل الصدر صف واحد او تعمل صفين او ثلاثه او اربعه براحتك على حسب المسافات يعني خلاص طيب ده القطاع بتاعنا اهو نقدر نجيب له بروبيرتيز عن طريق ان احنا نحول الخرسانه الى حديد ونجيب الايه البروبيرتيز للقطاع اللي هي الانيرشيا والزد اكس وهكذا الحاجات دي المفروض ان هي بسيطه يعني ما فيهاش مشكله خلاص فده كده مثال على الكومبوزيت بيم هنا بيقول لك طبعا هنا في المثال ده مفيش بقى هونش ولا حاجه يعني هي البلاطه كده طيب بيقول لك هنا ديزاين ذا بيم شوينج ذا فيجر والشكل ده كده ومدي لك ان السبان اوف بيم 6 متر الكاميرا سبانها 6 متر واللايف لود 500 والفلور 200 طيب بعد ما حسبنا اللودز هتلاقي بقى ان الام توتال اللي هي شامله الام دي اللود واللايف لود اللي هي ب 10.35 متر طن طيب هو اول حركه كده عاملها قال لك يوزنج ستيل بيم اونلي يعني انا مش هشغل الخرسانه معايا في الاعتبار عايزين نشوف ايه الفرق يعني ف الاس ريكوير اللي هي المفروض عباره عن كام؟ الام مقسوم على الزد خلاص؟ طيب قصدي الام مقسوم على الاف الاو وهنا استخدمنا ايه؟ الاف الاو اللي هي الاف بي 64% اف ييلد نعم؟ الاس ريكوير اللي هي السكشن مودلس للقطاع عارفه ولا مش عارفه؟ السكشن مودلس اللي هو عباره عن مع الاي في الواي
لو ده طبعا كده المحور اكس فنقوله كده ان الاس اكس بيساوي الاي اكس مقسوم على الواي، فده اللي هو الاس اكس. الاس واي عباره عن الاي واي مقسوم على الاكس اللي هي نص المسافه يعني. خلاص طبعا السبيسنج اللي هي 2 متر والكاميرا اي بي 300، فالاس ما عادش حاطه 300 يعني، بس مش مشكله. الاس ريكواير طلعت بالرقم ده كده، دخلنا على الجداول فطلعنا القطاع اي بي 330. بعد كده تشيك اوف لوكال باك لينك ما فيهاش مشكله دي خالص، كنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. الانسر بورت لينس بكام؟ زيرو صح ولا ايه؟ عشان احنا استخدمنا خرسانه. طيب الاف بي اللي هو 64% اف ييلد، لان القطاع بتاعي كان كومباكت، اي قطاع اي بيم في الجدول هتلاقيه كومباكت يعني. في الطبيعي في حاله البيمز. الاف بي 64% في اللي هو 5 3 6 طلع سنتيمتر سكوير. فالاف اكشن هي عباره عن المومنت مقسوم على ايه؟ الاس اكس. فيطلع الكلام ده اقل من الاف بي. وبعدين الحالة الثانية بقى قال لك ديزاين الكلام ده as a composite section. ايه الفرق بقى في الـ composite section؟ أول حاجة الـ effective width of slab اللي هو الليست من الثلاث قوانين اللي احنا كنا اتكلمنا عنهم خلاص؟ فطلع في الآخر الـ effective width خدناها بمتر ونص. في مشكلة في دي؟ طيب. وقال لك هو في البداية خالص تراي، هو طبعًا عايز يوفر في القطاع، فاحنا كنا استخدمنا في الاول قطاع اي بي 330، فهو قال لك تراي في البدايه ان هو 300، لو طلع سيف بالزياده هتخليه 280 270 اقصد وهكذا. طيب فتراي اي بي 300 الاريا بتاعته بكذا والاي اكس بكذا، وبعدين شيك اوف لوكال باكلينج ومفيش اصلا لاترال تورشنال باكلينج ماشي. بعد كده بيحسب بقى البروبرتيز بتاعت القطاع، الحديد مع الخرسانه مع بعض. الحديد والخرسانه مع بعض. فيها مشكله البروبرتيز ولا نخوض فيها؟ انت عندك حديد وخرسانه تعرف تحسب البروبرتيز ليها، ما اعتقدش ان هيكون فيها مشكله يعني. طيب المهم ان هو في الاخر خالص طلع الواي بار بالرقم ده الاي كومبوزيت سيكشن. الاي كومبوزيت سيكشن على بعضه كده اللي هو حديد وخرسانه مع بعض طلع بالرقم ده، وبعدين الاس كونكريت ابر طلع بالرقم ده، الاس ستيل ابر طلع بالرقم ده، والاس ستيل لور طلع بالرقم ده. اللي احنا حسبناه دلوقتي ده خاص بالقطاع الكومبوزيت صح كده؟ طيب تعالى بقى كده في الحاله الاولى احنا نقول له نو شورينج از يوز، يعني الديلود كاريت باي ايه؟ باي ذا ستيل. الكاميرا نفسها الكاميرا الحديد هي اللي هتشيل الديلود. ف يقدر بقى يحسب قيمه الستريسز دي يعني اللي هي الاف كونكريت ابر والاف كونكريت لور والاف ستيل لور. طيب بالنسبه للحديد بقى نفسه الاف توتال اللي هي عباره عن الاف ديلود زائد الاف لايف لود، فجمع كده الرقمين دول على بعض فطلع 1464 كيلو جرام على السنتيمتر سكوير. طبعا ده بالكيلو جرام على السنتي، احنا المفروض شغالين بالطن على السنتي، فكانه 1.4 يعني اقل من 1.536، فالقطاع الستيل بتاعك سيف. وبرضه لازم تتاكد ان شوف بقى كل الاشتراطات اللي احنا اديناها للكود الخاصه بسمك الخرسانه والمسافات والحاجات دي لازم برضه تاخدها في الاعتبار معاك. طيب في الحاله دي الحاله الثانيه اللي هي ستيل بيم ار شورت، الكومبوزيت سيكشن هيشيل الديد واللايف مع بعض وده كده الام توتال، وبعدين طلعنا دي كده قيمه الايه؟ الستريسز اللي موجوده على الحديد. المفروض ان في الاخر خالص الاف ستيل ابر والاف ستيل لور اقل من ايه؟ قيمه الاف بي اللي هي ب 64% اف ييلد، لان القطاع بتاعك كومباكت ومفيش لاترال توشنال باكن. طيب اخر حاجه خالص بتعملها اللي هو ديزاين اوف ايه؟ اوف شير كونكتور. اتفقنا ان الشير كونكتور هتشيل ايه؟ شير. هتشيل الشير اللي موجود بين الايه؟ بين الخرسانه والحديد. فقيمه الشير اللي عباره عن الكيو ماكسيمم
وبعدين المضروب فيه الاس مقسوم على قيمة الاي في. طبعا الاي في اللي هو ايه؟ اللي هو الفيرشوال انيرشيا اللي هو خرسانة وحديد مع بعض. طيب فجبت كده قيمة الكيو ماك. طبعا الكيو ماكسيمم معروف, الكيو ماكسيمم معروف اللي هو على الكاميرا اللي هو بنحسب بقى قيمة الديد واللايف ونقول دبليو في ال على 2. فده كده اللي هو ايه الكيو ماكسيمم. بعد كده الاس اللي هو الايه, ايه هو الاس, ايه هو الاس لا ده حاجه ليها علاقه بالانرجي, الوحده سنتيمتر مكعب. لا ده اسمه اللي هو السكشن مودولس القطاع, الاس اللي هو السكشن مودولس للقطاع, القطاع اللي هو ب 1000 11 سنتيمتر مكعب. يضرب بيريس مسافه يا مهندس ابراهيم, هو ضرب بيريس مسافه, بيريس مش مسافه, ال 18 و 80 بتاعتين ثاني كده. طيب ده كده القطاع اللي هو الحديد مع الخرسانه مع بعض. ف نعم طيب فده كده اللي هي المسافه اللي هي قيمتها نعم لا مش واقع على 2 مش واقع على 2 لان دي كده اللي هي الواي اللي هو الستيل. وانا مش سيمتري كده 1 2. نعم لا مش سيمتري, احنا تمام خرسانه مع الحديد. انت مدخل خرسانه معايا. هو ليه الخرسانه باينه اللي هي ممكن ليه المنطقه باين ايه؟ يعني حولناها, لا هي كانت عريضه كده يا باشمهندس, احنا قللناها بقى حولنا يعني بص كده لو العرض ده كان متر ونص كونكريت هيحولوا لحديد ازاي؟ يكفي كام حديد؟ طبعا بنفس الارتفاع ماشي اللي هو التي اس. هيكون كام حديد؟ هيكون متر ونص مقسوم على الان, لان مثلا اللي هي 10 او 9 في اي شكل, فده هيكون 15 من 100 متر. كانها حديد. بدا كده كاني حولت الخرسانه الى حديد. خلاص كده؟ طب ليه متر ونص؟ يعني ليه العرض الباب؟ يعني ليه انت ممكن يكون السكشن برضه متر عادي؟ ازاي؟ هو ده مش تاخد قطع يعني سكشن شيء اخر. انا ده طبعا ازاي؟ عايز تعمل ايه؟ انا عايز اعرف ايه ليه متر ونص؟ هو الاسباب مش هو ده الفكت الاسباب ده الاسباب ده الثلاث قوانين. اه الخرسانه
اللي هي 12 بين تي اس زائد مش عارف ايه. هم 12 تي اس ثلاث قوانين هم جبنا منهم الاف فيكتور خد الصغير فيه بقى زي بتاعت الخرسانه التي فيكتور بي فيكتور. دي فيها مشكله ولا ايه؟ لا. طيب ايه هي بقى الاس؟ هي اي هي الاريا مضروبه في الايه؟ المسافه. انا عايز اجيب كلمه الشير المفروض انتوا حاطين الكلام ده في ال ايه فاونديشن. لا لا مش فاونديشن خالص هتحطوها في السوليد ميكانكس. الايه السوليد ميكانكس السوليد ميكانكس اللي هي بتجيب منها يعني اللي فيها تدخل تجيب البروبرتيز اوف سيكشن يعني والشير ستريس والبندنج ستريس والحاجات دي. فانت عايز تجيب الشير عند النقطه دي عند الجزء ده كده هي لسه دي تعبر عليه. انا اقول لك اهو فالاريا اللي هي مساحه الجزء اللي فوق ده وبعدين تضربه في المسافه اللي انت عايز تحسب الشير فين؟ هنا. فالمسافه من السنترويد لحد الجزء ده ده كده بنكتب ايه؟ طب ايه هي ايه هي الاريا دي؟ مساحه الجزء العلوي اللي كام تمام؟ يعني ايه اسمه 1.5 نص ايه بقى؟ ما انت قلت السنترويد ايه؟ 18 ايه؟ ايه من السنترويد لحد من السنترويد نعم؟ السنترويد بتاع الكومبوزيت مش يعني ماشي خلينا نراجعها ونقولها تاني بس مهم إيه؟ مش مهم بس لا مش مشكله تاخد المعلومه صح يعني هي باينه باينه في الرسمه باينه ايه في الرسم يعني لو السنتر لاين بتاع الكومبوزيت سيكشن بتاع الستيل سيكشن هو تمام انا عايز اجيب الشير فين عندي الابر فلان هنا هاخد المسافة لحد النقطة نفسها. تضرب في الاريا بقى بس 53.8 دي هي ستي صح؟ اللي هي ستي بتاع ايه بقى؟ بتاع الفلاس بتاع الاي بي ام ولا بتاع الكومبوزيت؟ خلصان. خلصانة اللي هي 53 اللي انت حولتها بقى. حولتها. كان في خطوة للحساب اللي هي بتاعت الخرسانة. حسبناها قبل كده في المعادلة. اللي هي ال خدنا العرض قسمناه على على العشرة وبعدين الارتفاع موجود اصلا كده كان 53 واخدين مادة تانية في الاستراكشر اساسا فايبريشن تو طب بص انا عادل الجزء ده كده يعني خليه المره الجايه عشان بس ايه يكون واضح يعني طيب انا بس عايز ادخل على الاكسل شيت اخلص الكومبوزيت بيم وبعد كده ايه
عشان بعدها نوصل بقى على الحاجة التانية. يعني بقولك ان في كورونا يعني خليه يقول كتير بديه 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 مش كده مش ان هي فيها وما فيش يعني راكي مش عارفتك وما تشوفوش حاجة مش كده مش عارفين يكتشفوا ايه كنت عندك كورونا؟ لا هو الفترة الجاية حتى يجي له بند فيها هيشوف الموضوع خالص على فكرة خالص ولا الهوى مش بالك انا حاسس ان ال اول يوم اخرج كده النهارده ربنا يسهل انت جاي كورس النهارده يعني انا كل الشتاء بيبقى عندي برد من اول الشتاء لغايه اول الشتاء طيب ده كده الشيت ده كده الشيت اللي هو الخاص بالكومبوزيت بينا شباب طيب نوع الحديد بتاعنا زي ما اتفقنا بقى ان السيل 37 44 52 الفرق في السعر مش كبير صح كده فممكن نستخدم اللي احنا عايزينه يعني وكل ما السعر مش كبير ما بين الجريد بتاع السكيل بس اضمن الحاجه اللي انت تستخدمها تكون تكون مظبوطه تكون الجريد بتاعتها مظبوطه لازم تعمل اختبارات كتير على السيل 52 وانت بتشغل بيه في غش كتير بصراحه طيب فممكن نستخدم السيل 52 الاف سيو بكام يا شباب احنا طبعا بنتكلم في فلور اهو فالاف سيو المفروض ان هي لا تقل عن كام في حاله المباني العاديه مباني 52 صح ما اعرفش احط 200 ليه ما فيش 200 اصلا طيب فدي كده غلطه يا جمال تشوفها انت بقى عشان انت مش واخد بالك طيب الحديد اللي هنشتغل عليه احنا كنا مستخدمين كمر هوت رولد صح كده كانت اي بي كام لا هي كانت 200 وكام كانت 200 او 220 مش متذكر يعني فانت المفروض بقى تدخل على طبعا انت ما اعرفش القطاع ده او الاكسل شيت اللي موجود ده نسمع شباب الاكسل شيت اللي موجود ده متبرمج على حاجه بلت ابيض فانت لو عايز تدخل بقى فيها القطاع هوت رول فادخل كده على الستيل تيبل وهات ابعاد القطاع ده دخلها مانوال يعني دخلها مانوال فاحنا كنا شغالين على الاي بي 200 اللي هو كان في الاتش ب 200 بس خد بالك ان انت هنا بيحسب لك الاتش ازاي هي الاتش ويب فالمفروض ان انت هتطرح منها سمك الفلانجات فالفلانجه بكام ما هو مش كل حاجه بقى بيلت اب يعني افرض الهوت رولد هيوفر معاك هتعمل بيلت اب ليه دايما البيت اب بيوصل بص انت في الاخر لو عملت يعني انا مش في كل الحالات والله في حالات بيكون ان انت الافضل انت توفر نفسك وتستخدم الهوت رول هيكون موفر معاك برضو وقارن في الاوزان طبعا هو هتلاقي الوزن بتاعه نفس الوزن بتاع البيت اب في الاخر فممكن تستخدمه على طول يعني ممكن يكون عندي في المخزن اساسا عندي منه وممكن يكون عندك في المخزن شغال بيه اصلا وفي حاجات فايضة فانت محتاج تستخدمها بدل ما تطلع تشتري من بره في حاجات كتير بتحكم يعني مش لازم كل حاجه تعملها بيلت اب يعني طيب فالسمك الفلانج 8.5 هنقول له كده اللي هو 200 ناقص 8.5 هنيجي هنا كده نقول له 200 ناقص 2 في 8.5 فده كده الارتفاع والبي فلانج كانت ب 100 البي فلانج ب 100 البي فلانج اللي تحت برضه ب 100
والسمك 8.5 8.5 هو بص مكتوب فوق 8.5 هو هيحسبها على 8.5 هي ظاهرة 9 بس عادي يعني انت هو بس المشكلة مفيش امكانية تعديل يعني كان ممكن تزود كده قيمة العلامات العشرية خلاص وده كده اللي هو سمك الويب كان ب5.6 طيب الكونكريت سمك الكونكريت كام 10 كنا خدناها 10 بس خد بالك ان الشيت ده ما فيهوش هونش فانت لو فانت المفروض يعني الشيت اللي فيه هونش القطاع بتاعه يكون اقل من ان هو بس الخرزانة هترتفع لفوق فالانرشي هتزيد بس لكن مش حاجه تانية يعني القطاع نفسه هيقل شويه صح القطاع ده اللي هيطلع دلوقتي هيكون ازيد شويه بس ازيد حاجه بسيطه طبعا فلونش وعلى فكره ساعات ما بيفرقش يعني طالما انت هتستخدم قطعات ستاندرد طبعا هنا قال لك ان this worksheet for a for unsure system unsure system only طيب بعد كده الstringing action احنا دلوقتي شغالين unsure اللي هو without sure يعني فالstringing action اللي هي الحاله الاولى اللي هي ايه بقى The bending moment and the shear force for stage one is due to own weight of concrete and own weight of steel. اللي هو dead load يعني في حالة ال stage one. Stage one اللي هو ايه؟ مرحلة الإنشاء. الحديد هيشيل هيشيل نفسه ويشيل الخرسانه اللي عليه ماشي اللي هو الديد لود المرحله الثانيه المرحله الثانيه الحديد والخرسانه الاثنين هيشتغلوا مع بعض فاحنا محتاجين بقى نحسب الكلام ده محتاجين تحسب قيمه الديد لود ومحتاجين تحسب قيمه الشيل والستيج الثانيه تحسب قيمه اللايف لود ومش اللايف لود بس خد بالك اللايف لود والكفر كمان يعني هتدخل معاك السوبر ديد يعني انت تاخد هتعمل كفر مثلا في حدود 150 كيلو على المتر المربع او 100 كيلو على المتر المربع فده هيدخل معاك في المرحله الثانيه اللي هو بعد الانشاء انت كده كده مش هتحمل اي حاجه على السقف الا بعد فتره يعني بعد ما يبدا ياخد قوته عشان الحديد والخرسانه مع بعض هتدخل اللايف ويت السوبر ديد اللي هو السوبر ديد اللي هو الكفر الكفر جلود هيدخل معاك مع اللايف لود خلاص كده طيب فالحاجات دي محتاجه اللايف لود ده معه شامل الكفر لا اللايف لود شامل الكفر لا اللايف لود مش شامل الكفر ده حاجه وده حاجه مش الكفر ده اللي هو المقصود اللي احنا عليه اللي احنا عايشين ده لا ده مش تبع الديد لود لا لا بص هنا كمرحله اولى وزن الخرسانه بس مع الاونويت بتاع الحديد مين هيشيله؟ الحديد المرحله الثانيه الحديد وال الحديد والخرسانه هيشيلوا ايه؟ اللايف لود هيشيلوا اللايف لود مع اي احمال ثانيه هتضاف بعد الانشاء ايه الحمل اللي هيتضاف بعد الانشاء؟ الكفر معاك فالكفر اللي هو السوبر ديد فداخل معاك في الاعتبار ف
فاحنا نحسب بقى الكلام ده, نحسب الكلام ده وندخله هنا كده بحيث ان القطاع بتاعي يكون شوف بقى هو لازم سيف يعني, وطبعا هو كده مش مسيف محتاج تغير تحسب الكلام ده صح. طبعا يعني محسوب على 30 متر طن وحاجات غريبه كده احمال كبيره, فدي ممكن نجيب الحامل الموديل ندخل على الموديل كده المرة اللي فاتت احنا نصمم المين بيم, طبعا ما كناش خدنا البيم كولر يعني, فعملنا ريليز في الاول وريليز في الاخر. طبعا مش محتاج موضوع ريليز ده لان انا في الواقع انا ده طبعا كان مثال, لكن في الواقع انا هشتغل كلها على بعضها كده كفريم يعني, فانا هشيل الريليز ده. بص انا الريليز ده كنت عامله المره اللي فاتت لان كنت بشرح في البيم, فبقول ان انا لو انا استخدمت بيم بس هطلع قطاع كام. طيب لو استخدمت فريم هيطلع قطاع طبعا اكيد اقل يعني, فتابع الفيديو اللي فات المفروض نشغل نخلي المين بيم تشتغل مع العمود كبيم كولر. لسه هنكمل عشان تطلع مومنت نعم عشان تطلع مومنت للعمود عشان اقلل المومنت اللي على المين بيم عشان مع العمود تفهمها شريم يرفع مومنت شويه. دي بسيطة دي ما فيهاش حاجة يعني, لما بستخدم بيم بيطلع لك قطاع أكبر من أنا استخدمها في كفريم يعني, خلينا ما في الاعتبار في الكريم. طيب أنا هنا محتاج إيه بقى؟ ممكن أخفي الكلام ده خالص. هنختار بس الجزء اللي تحت ده ونخفي اللي فوق. ايه الكاميرا اللي انا محتاج اصممها في السكندري؟ طبعا انا هصمم السكندري صح؟ اختار اني واحدة منهم تعمل ريليز للسكندري صح؟ انا عاملها سنجل ممكن تعملها كنتينوس طبعا بس يفضل سنجل ماشي تفضل سيرك. لا عادي الاثنين شغالين اكيد الكونتينوس اوفر يعني بس طبعا كونكشن كبيره. نقلب المومنت بتاع الرابيد الفرنشة التحتانية عليها كومبريشن فدي تبقى مشكله مش قلنا مفيش مشكله مفيش مشكله عادي مفيش كومبريشن لا لا عادي بس خد بالك ان يعني لما هي تكون كونتينوس بما اننا بنتكلم في الكومبوزيت بيم يعني لما بتكون كونتينوس فالشد عندك فين؟ عند السبورت المومنت عامل كده طبعا الجزء ده مفيش مشكله خالص ان انا اشتغل ككومبوزيت خلصانه مع حديد لكن هنا الخلصانه فوق ماشي وال الحديد هو اللي هشيل فالخرسانه دي هتشرخ. ايه ده هو هيعرف الباب اللي احنا شغالين معاه؟ مش انا حاطط خرسانه على الحديد؟ هو الفرش الحديد اللي احنا حاطينه يعني؟ يا عم الحديد اللي هو الكاميرا الحديد ستيل ستيل بيه. كاميرا اسكندري اللي فوق يبقى فوق الخرسانه.
انت ليه ملبسه معاك على حديد تسليح؟ يعني انا ماليش علاقه بهنا بحديد تسليح. ما ايش ما انا هحط حديد فوق، يعني انا هحط حديد، هجيب الكاميرا احطها فوق البلاطه. البلاطه الخرسانه فوق الكاميرا الحديد بالظبط. ماشي تمام. المومنت فالمومنت عامل ازاي كده؟ انا بتكلم كونتيروس. اه المومنت هيكون عامل كده. ففي الجزء ده الضغط فين؟ فوق. الضغط فوق مش ناحيه الخرسانه، فالخرسانه هتشيل معايا الضغط كويس. ايوه لكن هنا في الجزء ده الخرسانه هتشيل شد. فعندك حلين بقى في الحته دي، عندك حلين. ايه هما الحلين؟ اما ان انت تخلي الكاميرا لوحدها الحديد تشيل المومنت ده كله، هو كده كده عمر المومنت ده هيكون اقل من نص البحر يعني. انتوا معايا ولا ايه؟ فتخلي الكاميرا الحديد نفسها تشيل المومنت ده، او احط مثلا حديد تسليح جوه الحديد تحت. ما خلاص الخرسانه بتشرق. احط فرش حديد. لا فرش حديد. لا يا عم وليه تحط فرش حديد بزار الحديد؟ خلي مش الخرسانه اللي تشيل شد 10% من الضغط. تمام صح ولا لا؟ شايلها شد بس تشك فوق ان الشد فوق لا يزيد عن الاف سي تي ار اللي هو الاف كونكريت تنشن رشن. كبر القطاع مش هيكبر. بص القطاع مش هيكبر زي ما انت متخيل، لان المومنت اللي هو تحت في نص البحر ده اكبر من المومنت اللي فوق. انا فاهم. فحتى لو شلت الخرسانه لوحدها مش برضه القطاع مش هيكبر قوي يعني. الاسمان بيبلش بتاعه كام لكام بالنسبه للسكند فيوز؟ اسمان ايه مش فاهم. متر و20 متر ونص. المسافه ما بين المسافه ما بين المين بيمز هي اللي هي السبيسنج بتاعت الفريم صح؟ ماشي. اه لا المسافه بين طول السكندري بيم اللي هو 5 متر اللي هو السبيس. لا لا سبيس السكندري بيم بتتكرر كل قد ايه؟ متر ونص. متر ونص تتكرر كل متر ونص. طب ده صغير قوي يعني. كانت من الجداول متر ونص ده كنا بنجيبها ازاي؟ اه كنا حددناها من الجداول على حسب الكوريجيت شيت اللي انا استخدمته اللي هو الدك يعني. يعني حاولوا تسترجعوا اللي فات عشان ما تعطلوش الدنيا. الكلام ده كله اتقال قبل كده. طيب ايه رايكم بقى انا هصمم انهي واحده من السكند بيمز دول؟ ايوه انا بقول السكند بيم مش المين بيم. مش هاخده في النص برضه لانها تبقى شايله النص من هنا ونص من هنا، لكن الطرف دي هتبقى شايله النص. لا 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 انا حر ان انا اصمم اختار الاولانيه دي او اختار الثانيه براحتي. اه لا بس دي افكتيف. انا قلت السكند اللي مش المين. لو اخترت واحده اللي هي على الشمال خالص مثلا البي افكتيف هتختلف. ايه البي افكتيف او الليل افكتيف اللي هي بتاعت يا عم انا حاطط حن ديستريبيوتد على الكاميرا على طول، انا اللي حاطه بنفسي ما حطيتش بلاطه ولا سبتها تتوزع. انا فاهم قصدك. بص اخطر كاميرا اللي هي دي بصراحه لو انت حطيت عليها بلاطه. صح مش الكاميرا اللي هي الثانيه هي اخطر كاميرا دي اللي هتشيل اقصى احمال، بس انا حطيت الحمل بالسلوتد اصلا حطيته بايدي يعني فمش هتفرق. هي خلاص دي كاميرا سيمبل عليها نفس الحمل، نفس اللي جنبها نفس اللي جنبها نفس اللي جنبها ما بتفرقش. طيب فنعمل كده اناليسيس. ونختار بقى الحالة اللي هي ايه؟ الانفلوب. احنا شغالين شورنج ولا وزاوت شورنج ولا ايه الدنيا؟ خد بالكوا اهي يعني كلها 2.2% كلها زي بعضها. ملاحظين ولا ايه؟ كلها 2.2%. السرنج اكشن صح؟ السرنج اكشن. ايوه. طب انا لو عايز بقى ايه الدكتور عايز يشوف السرنج اكشن عاملها ازاي يعني؟ يعني ايه؟ اه على روحها يعني. ايه بقى؟ سكرين شوت ما هي باشمهندس. اصبع عليك تضغط على الكاميرا اللي انت عايز تصممها. الزرار اللي فوق. تضغط على الكاميرا اللي انت عايز تصممها. تمام. خلاص وتقعد بالماوس عليها كده وتقول له رايت كليك عليه. فيظهر لك المومنت والشير ولو عايز تجي طبعا مفيش نورمال يعني بس ده كده الاكسل هو النورمال. تمام. فدي الاحمال اللي موجوده على الكاميرا. معلش طبعا نتيجه الانفلوب. لا لا هتاخدها سكرين شوت. من الكمبيوتر عادي كده. اه سنيبنج تولز. تاخدها سكرين شوت كده. مش عايز تاخد اللي معاك؟ لا عايز ورق صح؟ خلاص خدها سكرين شوت كده. كده اصبحت صوره اهي. قول له كنترول في حطها في الكالكوليشن شيت. ماشي.
بتتحط في الكالكوليشن شيت. طبعا هنفتح لكم كالكوليشن شيت تبصوا عليه. طيب فالماكسيمم مومنت كان بكام؟ 2.1% او 2.2%، والماكسيمم شير كان بالرقم ده كده اللي هو 1.61. ده شامل ايه الرقم ده؟ انا الشير ولا مومنت؟ ده اللي هو انا بتكلم على الشير والمومنت. ده شامل الديد لود واللايف مومنت، كل حاجه صح؟ لان دي كده حاله الانفلو بتدي لك اقصى حاجه. المومنت هشوف بقى الكورسبوندنج شير بتاع المومنت. لا ده انت خد بالك ان الكاميرا اللي احنا شغالين عليها دي اللي هي وزاوت شورنج ولا ويز شورنج؟ وزاوت شورنج. يعني الحديد نفسه ولا يشيل، فانت محتاج تجيب حالتين، الحاله الاولى اللي هي شامله الديد بس، فتيجي هنا كده على الديد. لو انا احط ديكنج حاطين الديكنج يبقى مفيش شورنج كده خالص. ما هو الديكنج هو اللي هيرمي الحمل الخرسانة على الحديد، ففي الاخر الكاميرا هي اللي هتشيل الديد، كاميرا الحديد نفسها. فهنختار حالة الديد، والديد دي مديني انا داخل فلور الكفر صح؟ لسه هنحط الديد والفلور. الديد واحنا كنا عرفنا حل الديد ولا لا اصلا؟ كفر معانا ولا لا؟ كفر؟ كفر معانا. لا بس ما حطيناش كفر على دي. طيب هنعرف حالة كده، خد بالك دي كده الديك اللي هو حمل البلاطه نفسها على الحديد، فهنعرفه. كنا جبنا الديك ده منين؟ من الجدول واحنا بنختار الكوريجيتد شيت. انا هختار بس كاميرا واحده كده، مش هختار يعني، انا هعمل على طول لود كومبينيشن، وبعدين اقول له كده اد نيو. طبعا انا مضطر اعمل الحاجه دي لان انا هشتغل وزاوت شورنج، لكن لو وزاوت شورنج مش محتاج اعمل الكلام ده. اقول له كده الديد بلس الكفر على او بلس ديك، الديد بلس ديك. طيب هنختار الديد، اختار الديك. طبعا كل شغلنا وركينج. طيب المومنت بقى اللي هيجي هنختار الحاله اللي هي الديد بلس ايه؟ بلس ديك. فيديني المومنت اللي هو ده، المومنت ده اللي هو ب 9/10. فنيجي بقى نكتب الكلام ده هنا، ستيج 1 المومنت اللي هو ب 9/10. طيب الكيوب كام؟ 7/10. فدي كده ستيج 1 يا جمال. طيب ستيج 2 هندخل معانا اللايف في الاعتبار صح كده؟ اللي هو الديد واللايف مع بعض. ف هنحط هنا كده الديد واللايف مع بعض اللي هي الحاله الانفلوب يعني. طيب فكان المومنت فيها ب 2.2%، و
وكان والله في الانفلوب في الحاله الثانيه ما هو ده بقى اللي هو شامل الديد واللايف مع بعض. مفيش كيس هنا ديد واللايف مع بعض. ما هو الانفلوب ده هيدي لك يعني هخد لك اقصى حاله على الكاميرا دي. انت محتاج ايه غير اقصى حاله؟ طيب فالشير اللي هو ب 1.61 هي الشير يعني جايه من نفس الحاله بتاعت اللي جايه فيها الامبلمنت بس حاله التحليل مش فاهمه التصميم كل التصميم اللي احنا بنصممه ده وركينج مش قلت ايه المشكله خلاص لا قول انا فاهم استارت فكر فيها برضه يعني خلال البريك طيب هنلاحظ كده ان الكاميرا مش مسيفها يا مهندس عبد العزيز طيب هي طبعا الكاميرا مش مسيفه فاحنا محتاجين نزود الايه محتاجين نزود القطاع شويه طبعا خدنا السي بي بكام 1.13 على اساس ان هي كاميرا سيمبل وعليها حمل ديستريبيوتد فده كلام ثابت في الكود يعني ولا يا باشمهندس طيب احنا محتاجين نزود القطاع شويه ف نختار بقى القطاع الثاني اللي هو اللي بعديه ده نختار مثلا 240 على طول ف خد بالك هو القطاع ده شويه عشان خاطر في عندك الحمل اللايف لود كان 400 كيلو يعني مش صغير 500 مش فاكر 400 ولا 500 طيب فالارتفاع اللي هو 240 ناقص 2 في 9 و 8 كيف لانش 9.8 9.8 البيت غير قبل الزمنية البيت بتاعت 42 مش كبرت شوية ماشي معنا غيرها 120 وسمك الويب 6.2 120 ده كده 6.2 120 سيد ما شاء الله انسيف برضه محتاج تزود الايه قريبه يعني انسيف حاجه بسيطه طبعا قربت هتحتاج برضه تزود القطاع شويه فانت ممكن يعني لو عايز تقلبه بالت اب مفيش مشكله يعني يعني ممكن تخلي ده كده 250 ماشي خليه 100 125 كيف هنزل 100 خليه كده نشوف مش هاخد في قطاع الرولد وناخد ارتفاع الويب ارتفاع كله لا ما انا ما هو هنا الشيت ده متبرمج مش متبرمج على رولد على رولد اصلا هو متبرمج على بيلت اب فانت بتتحايل على الموضوع يعني ممكن ناخد ارتفاع الويب ارتفاع كله ارتفاع مثلا كاميرا 24 ناخد ارتفاع 24 لا وندخلها 24 لا ما ينفعش لان هو هنا بص كده هو كاتب لك هنا الارتفاع ده كده اللي هو الاتش ويب هو كاتب لك طيب ممكن نخلي ده كده 150 فكده القطاع بتاعك اصبح سيف وحتى يعني هو قريب طبعا من الايكونوميك يعني في مشكله كده يا شباب في موضوع تصميم الكاميرا ككومبوزيت مشكله يا جماعه؟ لا عندكم مشكله فيها؟ مش هقدر بقى اللي يبرمج حاجه تشتغل with shoring without shoring يعني طيب احنا دلوقتي ممكن ناخد بريك وبعد كده نكمل ان شاء الله